المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للإفتاء فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ. أما البرنامج الآخر وهو برنامج الجواب الكافي فيتناوب على الظهور عليه مجموعة محددة من المفتين، فطوال 7 سنوات لم يظهر في هذا البرنامج سوى 22 مفتياً طوال 7 سنوات كاملة بمعدل حلقتين أسبوعياً. 7 من هؤلاء المفتون من أعضاء هيئة كبار العلماء التي تعد قمة هرم المؤسسة الدينية في المملكة العربية السعودية. 10 من هؤلاء من علماء المملكة المشهود لهم بالكفاءة وأصحاب التأهيل العالي. 5 من هؤلاء المفتين الذين يظهرون في هذا البرنامج من علماء العالم الإسلامي من مصر والكويت والسودان وموريتانيا. تتميز المفتون الذين يظهرون في هذه القنوات بشروط كثيرة جدا، منها الكفاءة العلمية الشرعية المشهودة، المعرفة بالواقع، الاتصال بالمجتمع، القدرة على استيعاب الأسئلة، الدقة في الفهم خصوصا أنها مباشرة على الهواء. كما أن من أهم الصفات الواجب توافرها في المفتون الذين يظهرون في البرامج التلفزيونية المباشرة هو امتلاك مهارات التواصل الإعلامي الناجح. ولذلك ليس كل عالم مفتياً وليس كل مفت يناسب أن يكون مفتياً في البرامج التلفزيونية المباشرة على جلالة قدره وفضيلة علمه وعلو منزلته. أما الترشيح واختيار المفتين الذين يظهرون في هذه البرامج فهو يتم عبر لجنة علمية شرعية أكاديمية تقوم بوضع المعايير للترشيح المفتي للظهور في هذه البرامج بالاستفادة من البرامج الناجحة السابقة مثل البرنامج الإذاعي الشهير نور على الدرب وبرنامج سؤال على الهاتف. يرأس هذه اللجنة أحد الإعلاميين المخضرمين في هذه البرامج وهو المدير العام السابق لإذاعة القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية. المفتون الذين يظهرون في هذه البرامج لا يتقاضون أي مكافآت نظير مشاركتهم، وهم مستقلون تماماً، وبعضهم لا يقبل الخروج في أي قنوات أخرى رغم تكرار الدعوة له في الخروج هناك، لأنه يشترط أن يكون المحتوى العام للقناة منسجماً مع برنامج الفتوى وليس مناقضاً له. النقطة الثالثة التي سأتحدث عنها هي مقدم برنامج الفتوى، حيث يجب أن يكون المقدم شخصية محورية في البرنامج ومديراً له، وهو عنصر أساسي في نجاحه. ابتداءً يجب أن تتوافر في المقدم صفات ومهارات وأدوات المذيع الناجح صوتاً ولغةً وأداءً وإلقاءً وحضوراً وإطلالةً وثقافة، ولكن هذا لا يكفي، هذه مجرد البداية فحسب، فيجب أن يكون المقدم ذو تخصص شرعي ومتمكن في باب الفتوى بشكل خاص، وأن يكون نبيهاً ذكياً لماحاً مطلعاً على أحوال المجتمع والناس، متابعاً للأحداث، قادراً على استيعاب الأسئلة وتجميعها وعرضها، كما يقوم بدور الاستيضاح والتكميل والاحتواء والمعالجة. كما يجب أن يكون موضوعياً ومحايداً، لا يستغل موقفه لتوظيف الفتوى والمفتي وإلجائه إلى جانب معين. النقطة الرابعة التي سأتحدث عنها هي طبيعة برنامج الفتوى. لا يقبل الخلط في برامج الفتوى وخلطها بالبرامج الأخرى، بحيث يقوم فريق العمل من المخرج والمقدم وابتداء من موظف تلقي الاتصالات في الكنترول والمفتي أيضا ومقدم البرنامج إلى أن يحافظوا على طبيعة برنامج الفتوى ضمن إطارها الشرعي المحدد والمعروف. فالبرنامج الخاص بالفتوى ليس برنامجا دعويا أو وعظيا أو اجتماعيا أو سياسيا أو فكريا أو برنامجا للاستشارات الاجتماعية أو مناقشا للشأن العام أو القضايا أو المستجدات أو الأحداث والمتغيرات، فكل هذه الموضوعات هي خارج إطار البرنامج ويجب أن تبقى خارجه. فبرنامج الفتوى مخصص للفتوى فحسب في إطارها الشرعي العلمي، بل إن هناك بعض الأسئلة لا يتم الإجابة عليها في برنامج الفتوى مثل فتاوى الطلاق أو الخلافات بأنواعها، فيطلب من السائل أو السائلة التوجه بها إلى المحاكم. أما الأحلام وتفسير الرؤى وأمثال ذلك فهي ممنوعة ابتداء في جميع شاشات المجد، فلم نقدم منذ 7 سنوات برنامجا واحدا عن تفسير الأحلام، فضلا عن أن يكون تفسير الأحلام جزءا من برامج الفتوى. النقطة الأخيرة التي سأتحدث عنها هي مؤشرات أهمية برنامج الفتوى وقوة تأثيرها في المجتمع من خلال تجربتنا العملية على مدى السنوات 7 الماضية.
إذا استكمل برنامج الفتوى شروط النجاح وشروط الجودة التي ذكرت آنفا بعضا منها، فإن له قوة تأثيرية إيجابية حقيقية على المجتمع. أضرب منها 4 أو 3 أمثلة موجزة. المثال الأول، أن برامج الفتوى الفضائية ومواقف العلماء الصلبة المعلنة كانت تمثل خط الدفاع الأول في مكافحة الإرهاب وأعمال العنف والغلو والتطرف. الفتوى تمثل خط الدفاع الأول وخط المعالجة الرئيسية لأعمال العنف والتطرف والإرهاب، وهذه حقيقة أنا على يقين منها من خلال تجربة عملية مباشرة. جانب آخر لأهمية برامج الفتوى، إذا استكملت شروطها الموضوعية وكسبت ثقة الناس، فإن حين ذاك الناس يستشيرون حقيقة حتى في أمورهم الخاصة الأمور الاقتصادية. أصبح برنامج الفتوى لدينا محطة من محطات الشركات التي تنوي التوجه للاكتتاب العام، بحيث أصبح مسؤولو هذه الشركات يجلسون مع المفتي الذي سيكون في الحلقات القادمة قبيل الاكتتاب، ويعرضون عليه نشاط الشركة وتعاملاتها وطبيعة التزاماتها المالية بالتفصيل، والتزاماتها قصيرة الأجل وطويلة الأجل ومتوسطة الأجل، والأدوات المالية التي تستخدمها وخلوها من المخالفات الشرعية، بحيث إذا سئل المفتي عن حكم الاكتتاب في هذه الشركة فإنه يكون على يقين من جوابه، إما بالجواز وإما بعدم الجواز. ولكن نشترط أن يقال بوضوح أن هذا الحكم ليس توصية بالاكتتاب في هذه الشركة أو تلك. آخر نقطة سأتحدث عنها حول قوة تأثير الفتوى وضغطها ومصداقيتها لدى الآخرين، أن الفتوى في برامجنا نحن في قناتنا أصبحت نافذة يشتكي فيها المشاهدون علينا لأصحاب الفضيلة العلماء، يشتكون على ما يرونه من ملاحظات ويطلبون الحكم الشرعي فيها. وطالما غيرنا عدة أشياء استجابة لفتاوى العلماء على شاشتنا نفسها، بل أن الأمر أكبر من ذلك، حيث اضطررنا إلى إلغاء قناة بأكملها وتصفيتها بالبيع وإخراجها من باقتنا بسبب فتاوى العلماء في برنامج الجواب الكافي وبرنامج مع سماحة المفتي. هذه إشارات لأهمية وتأثير برامج الإفتاء الفضائي إذا استكملت الشروط الواجب توفرها لتحقيق المصداقية وكسب الثقة. هذا ما أردت قوله، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهناك الكثير من مثل هذه المسائل التي شهدتها بنفسي تم التوقف فيها على الهواء مباشرة ولم يتم الإفتاء بها، لأنها ضمن النوازل الفقهية العامة، أي مسألة جديدة تستحدث حكما جديدا. أما ما حكم الصلاة بعد الفجر، نمت عن الصلاة متى سأقضيها، فاتني قيام الليل متى سأقضيه في الضحى، شربت بعد أذان الفجر، في الصيام، في الكذا، هذه مسائل يعرفها طلبة العلم، وهي معظم ما يسأل عنه المفتين في برامج فتاوى الفضائيات. شكرا جزيلا لك الدكتور عبد الحميد الأنصاري، باحث إسلامي وعميد سابق لكل قضية من الفتوى الأرضية إلى الفتوى الفضائية. نحن الآن نعيش ثورة اتصالية علمية حضارية كبيرة، العالم يتزايد، الثقافة تنتشر، العالم بحاجة إلى تمسكهم بدينهم، إلى تبصرهم في فقههم وشرع ربهم. إذا لم تكن هذه الوسيلة متاحة للناس اليوم، فإن كثيرا من الناس، بل أكثر الناس، سيكونون أميين في دينهم وفي شرع ربهم، في عباداتهم وفي معاملاتهم. لكن الله تبارك وتعالى من على هذه الأمة بهذه الوسيلة لتستفيد منها، وهذا من حفظ الله تبارك وتعالى لدينه، فإن الله حافظ دينه ويهيئ له الأسباب لحفظه لكل مكان وزمان بما يناسبه. فالمناسبة جد مهمة، مناسبة هذه الفضائيات لحفظ الدين وحفظ الأمة من الجهل والضلالة. أولاً أحب أن أقول ما هي الفتوى. الفتوى هي الإخبار عن حكم الله تبارك وتعالى. المفتي مخبر عن شرع الله، عن حكم الله تبارك وتعالى، فيما أحله وحرمه، فيما أوجبه ومنعه، فيما هو جائز وغير جائز، فهو يتحدث على لسان الحق سبحانه وتعالى، فهو موقع عن رب العزة والجلال. وذلك وهذا التوقيع يعني أنه منطلق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس للمفتي
أن يتحدث برأيه وهناك نص في الموضوع، إنما قد يتحدث برأيه في فهمه للنص في الموضوع، فالفتوى